من ساعة ما جيت من المدرسة وأنا قاعد مكتوم على الكنبة هنا زي المسند ده. عشان إيه؟ عشانها. هي إيه؟ ال ناوي أسيب النوم وأصحصح بعد ما نمت ليالي طويلة. واحدة تخينة قوي شاورت لعربال حندور عشان يوصلها. أول ما شافها قال لها اركبي بسرعة قبل الحصان ما يشوفك. أختي مش ممكن تشترك في مواضيع زي دي يا إبراهيم، كفاية. أنا خايف البوليس يكون مراقب فتحي من إيدي، ولو رحت أنت هيراقبك، إنما نوال تقدر تروح على إنها صاحبة أخته. إحنا ما عندناش بنات يروحوا قبل شبان أغراب لوحدي. طب بذمتك أنا زعلان منك. ليه؟ كده برضه تسيبنا حسين؟ يمن عليك أخوك بالسرعة دي. بس ده هيبقى تعب جامد عليكي، شغل ومذاكرة. طب هنعمل إيه؟ على العموم أنا لقيت شغلانة سهلة ب 12 جنيه في الشهر. شغلانة إيه بقى؟ كيس في أجزخان. يعني هتقبضي ماهيتك أدوية. أنا محتاج نظرة شاملة تشوف احتياجات العالم الإسلامي في ظروفنا الحالية. وأنا صغير يا صالحة يمكن كان فيه أمل إن الواحد العمر لسه ممدود قدامه، إنما دلوقتي يا بنتي اللي فاضل قليل والواحد لازم يلحق يفيد الناس بيه. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشرفة.